الأستاذ وائل يقول: هل يجوز إهداء الأضحية؟ فمثلا أنا أهدي الأضحية خروف لوالدي على الرغم من استطاعته شراؤها، أو أن يهدي إلي أبي الأضحية على الرغم من مقدرتي على شراء الأضحية، وجزاكم الله خيرا. يجوز، ما فيش مانع. حضرتك عايز تهادي أبوك بالأضحية، أو أبوك يجيب لك الأضحية هدية، مع العلم أن أنتوا الاثنين قادرين، ما فيش مانع، لأنه سيدنا النبي يقول: تهادوا تحابوا. وهي كده حضرتك كأنك بتقول له: خد أضحيتك اهي اذبحها وأنا تبرعتها. أو هو الوالد الكريم بيقول لك: خد يا ابني الأضحية بتاعتك اهي اذبحها وأنا تبرعت لك بثمنها. كل هذا جائز.